وهي الأوراق كلها جاهزة. تفضل اطلع عليها أستاذ. شو هاد؟ شو عم يعمل هذا؟ شو بعدين غنم عنكم هون؟ لا وانت السادي هذا تيس. تيس استاذ. عن اذنكم لحظة. مبروك توقيع العقود وان شاء الله هي تكون فاتحة خير بين شركتنا وشركتكم. شكرا كثير لك على هالزيارة الحلوة الجميلة هي. شكرا على استقبالكم. بدك ما تأخذنا من شان التيس. كل شيء بصير. انا بكره الصبح بكون عندكم. نحن بالانتظار. تفضل تفضل. مع السلامة مسيو. حبني على الخدة. اسمع عن البلكون. انا كل نهاري عم بشتغل وعم دور على قصب رجلي وعم بتعب، ولما بجي بدل ما تقولي لي الله يعطيك العافية يا ابن عمي بتقولي لي التيس وقع من على البلكون. يعطيك العافية يا ابن عمي، التيس وقع عن البلكون. بحفظ. ما ما الحمد لله اللي ما عم بتوحى. عرف مطرحه؟ احترم حالك ولك، ما حدا غيرك التيس. شو حكينا؟ إن عرف مطرحه؟ أبو كيروس؟ يا أبو كيروس! شوفي شبكون؟ وين أبو كيروس؟ بعته على الصندوق. شو ها؟ جيب لنا طاولة، صار معنا شريك ثالث بالأوضة. Thank you.
خفان ومعازي بهالبنايه. شو هاد يا جماعه؟ يا ترى قديش عم ياخذوا اجره من الضيف؟ لا والاحلى من هيك، إيه؟ بس يخلص عقده السياحي يجددوا له اياه كمان. جميل قوم رح يكسروا الباب، العمى بعينك شو تبنوا؟ قوم شوفي شوفي جايينا ضيوف شوفي ايه بس مو لعنا لعند التيس تضربي انت قصة التيس تطلع طيبة فيا خربتي بيتنا روحي روحي فقي امك روحي خلينا نشوف شو بدنا نساوي روحي ماما تعي شوي جميل شوفي ما قدرنا بالليلة فرج قد جانا ضيوف مين هالضيوف السهلة جايين بنصاص الليالي ايه ضيوف بس مو جايين لعنا بنت عمي جايين لعند التيس يا جماعه يا جماعه يا جماعه الباب ما ينجاز وكسرنا الباب وما حدا عم يرد هب يكون فيش حدا غير التيس جوا تعالوا يا جماعه روح افتح الباب بالله روح افتح الباب مشان يكسروني شقف ما بدي فقيلي جميل خليه يساعدني جميل بوسينا زلطه هو ومرته وراح يناموا بالاوتيل لك هلا بدي ضل رايح جاي شو ما عندي شغله غيركم اسمع من هون لساعتين ما بدي اشوف التيسة خلص ابو شكيب خلص كل شيء اللي زعلك ما المهم زعلي المهم القانون بدك يا ابني بالقانون ممنوع تربيه المواشي ضمن الابنيه السكنيه لك افهموها خلص الك علي اليوم المساء ما بيكون التيس هون طيب اذا اجاني اتصال واحد من سكان البنايه انا رح اضطر اتخذ الاجراءات وطبق القوانين مثل ما بدك ابو شكيب يلعن الديوس وريحة الديوس ما نفقنا في الكونديشن أبوك يا تيس ماما الله يخليكي انتو دايماً كنكن علي بس هالمرة تكونوا معي فراج نصي زيت كاس ببطلي معي نصيري نوي بالله وبالنسبة للنطوة طع شو منا نصقي فشخاش ايه ايه خلصنا بقى شوفوا يا أنا يا هالتيس بهالبيت العمى انفضحنا ما ضل حدا بالبناية ما انضحك علينا أنا بالنسبة إلي نومتي الأوتيل كتير جخة فما عندي معنى إذا بنام فرج وصديقه التيس بغرفتي إيه مو هون المشكلة يا جمول يا حبيبي المشكلة إنك قليل ترباية ولا أنا مو أكبر منك شلون تحكي معي هيك بعدين أنا صهرك ولا مو صهرك أهلين صهري قال صهري ولا ولا اسمع لأقول لك أنا بكف واحد ممكن ساوي فيك عدة شغلاتها ممكن هرّ لك أسنانك لك جميل اتركيني ممكن شرط لك أحناك تركيني حاكي ممكن بكف واحد ننزل لك الدم من اخيرك شي ساعه مثل المزري بس بقى خلص انا بتاكل اكله وباكل انا نصها لك اروح لهنيك انت شو دخل بنت عمي شوفي انا ما عاد اصبر هلا هلا رايح اجيب طبيب نفسي خلي هو يحل لي هالمشكله ما كان ناقصنا غير هالشغله اتركوني بقى اعرف حد الدولارات